السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الشريط سنرى نموذج الامتحان ديال 2020 حسب المقرر اللي صيفطو في الميكانيك، تمرين في الميكانيك، وارجح ان يكون على هذا الشكل. جسم كتلته ام يمكن ان ينزلق على مسار مكون من جزئين أبريم ببريم مستقيم مائل بزاوية ألفا بالنسبة للمستوى الأفقي، ببريم سيبريم مستقيم أفقي. معطيات إم كتساوي 200 غرام، ألفا كتساوي 30 درجة، ونهمل تأثير الهواء. دراسة حركة الجسم على الجزء أبريم ببريم عند لحظة نعتبرها أصل التواريخ تي كتساوي صفر، ينطلق الجسم اس من نقطة يكون فيها مركز القصور جي، مركز قصور الجسم جي منطبق مع ا. تتم حركة جي على المستوى ابي حسب الخط الأكبر ميلان، حيث تكون المسافة ابي ابريم ببريم تساوي ابريم ببريم. يتم التماس بين المستوى المائل واس باحتكاك، حيث قوة الاحتكاك ثابتة، شدتها F تساوي 0.5 نيوتن، لتكون VT سرعة S بدلالة T. أولا بين أن DV سر DT يساوي 1/2. يكتب حل هذه المعادلة على الشكل VT يساوي، حدد B و C علما أن ا بي كتساوي، بين ان في بي يساوي 2.25 متر سكون ناقص 1، حيث في بي سرعه جي عند اللحظه عند النقطه بي، والشكل هو هذا. اذا عندنا المسار هنا، الجسم كاين هنا، الجسم مثلا بحال هكا اكزومبل، وهنا الجي، وينزلق على هذا المسار ثم ينزلق على هذا المسار، والجي تتحرك على ا بي سي، وهنا المسار ا بريم بي بريم سي بريم. ثم سيصل من بعد، سندرس الحركة على بي بريم سي بريم، ثم من بعد سيصل إلى هنا بسرعة منعدمة، ثم يسقط في الهواء وسيصل في آخر المطاف إلى الأرض. إذن الشكل هو هذا، مستوى مائل بالنسبة للمستوى الأفقي ألفا. إذن المسار ديال في كينا محطوط الجسم هو هذا، والجي تتحرك على المستقبة بي وزي، طبيعة الحال سنهمل أبعد الجسم. إذن المعطيات هي هذه الشكل، يمكن لكم تشوفوا الشكل هو هذا. ثم سندرس الحركة على هذا الجسم. إذا سندرس الحركة هذا الجسم على المستوى، دونك واحد واحد، على المستوى المائل أ بريم بي بريم، وهنا كاين بي، وهنا كاين أ، والجي يتحرك هنا، وسنقوم بمعلم، سننسب المستوى إلى معلم، بحيث هنا يكون دونك نحيد من هنا، أ بريم بريم، بي أ، وننسب المعلم هنا إي، إي بريم متجهة واحدة هي إي بريم، هنا الأصل معلم هو هذا، وهنا دونك هذا إيكغيك بريم، وهذا المحور إكس بريم، وهنا جي بريم، معلم متعامد منظم. ثم أصل المعلم هو هذا. إذا السؤال سنبرهن على واحد، بين أن إذا اللي كنعرفو حسب قانون أو قانون الثاني لنيوتن
تو عندنا عندنا مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم تساوي ام في التصرف. القوى المطبقة على الجسم، القوى المطبقة على الجسم. اذا الشكل غادي نديرو شكل، غادي يكون هنا فواحد الوضع جي هنا باغ اكزومبل. اذا كاينه الوزن دي وهو عمودي على المستوى الافقي، وكاينه ار دونك هنا جي، وكاينه ار. ار تتكون من جزئين، كاينه المماس الافقي دونك هنا اف قوة الاحتكاك، وكاين المكون العمودي ار ان. اذا والمتجهة المجموع تسمى قوة المطبقة بالسطح على الجسم. اذا القوى كاينه بي وزنه اس، وكاينه اف قوة الاحتكاك. وكاينه ار ان المكون العمودي لتأثير سطح المستوى على الجسم. اذا عندنا سميتو نسقطو على المحور ا اكس بي، على هذا المحور. اذا هنا كاين الفا، الور نسقط عموديا وهنا غادي يكون بي اكس. هذا اللون الاصفر هو بي اكس. اذا خصنا بي اكس شحال كيساوي اذا سقطنا؟ عندنا هذا المثلث قائم الزاويه هنا، وهنا كاينه زاويه الفا، الفا زائد بيتا، هذه الزاويه كتساوي 90 درجه، وهذه الزاويه زائد هذه الزاويه بحال بحال، لانهما هذا المستقيم وهذا المستقيم متوازيين. اذا هذه الزاويه وهذه الزاويه متساويين، اذا هذه الزاويه زائد هذه الزاويه كتساوي 90. اذا 100% كاينه هنا الفا، والفا وهذا الضلع يمثل في هذا المثلث القائم، في هذا المثلث القائم هذا الضلع، الضلع المقابل المقابل للضلع المقابل للزاوية بي. دونك نسقطو سنجد بي اكس. الور المسقط سي عمودي اذا سي زيرو، اذا سنجد زيرو، وهنا ناقص كتساوي ام ا اكس. ولدينا بي اكس كتساوي ام فوا جي فوا السينيس دالفا. بي اكس هي هذه، اذا الضلع المقابل هذا على الوتر، الوتر هو بي، هو السينيس دالفا. اذا بي اكس و ام اكس و ا اكس تساوي دي في اكس سور دي مؤقتا دي في اكس. اذا وجدنا هذه، سنجد المعادلة التالية. إذا سنجد ام ا الور سنجد ام جي سينيس دالفا موا اف يساوي ام دي في اكس سور دي تي. بما ان حركة جي تتم على المحور اكس بريم، فان
في y بريم يساوي زيرو. في y بريم هو السرعة بالنسبة للمحور a y بريم. إذن سنجد في y بريم تساوي زيرو. إذن حتما في x يساوي في. أروح غادي نمسح هذا ومنه دي في سير دي تي غادي نقسمو على ام غادي يخرج لنا هنا جي سينيس دالفا موا اف سير ام فوالا. الور غادي نمسح هذا السؤال. إذا قمنا بالمعادلة دونك واحد اثنان واحد اثنان علما أن حل هذه المعادلة دونك في تي يساوي بي تي زائد سي لنحدد بي و سي. ألور لدينا دي في سور دي تي اشتقاق بالنسبة لتي سي بي نخلي الشكل ولا بلاش من بعد ندير كل واحد بوحده كل جزء نعوض هنا سنجد دي في سنجد بي سو جي سينيس دالفا مع اف سور اف عند تي يساوي زيرو في دو زيرو كان يساوي زيرو انطلق بدون نصف رباعية إذا سي يساوي زيرو. تطبيق عددي بي يساوي جي أخذناها عشرة في سينيس ديال ثلاثين هو واحد إلى اثنان ناقص اف زيرو فيرجيل سان على زيرو فيرجيل دو كيلوغرام إما كتساوي 200 غرام كتساوي 200 مضروبة في 10 أس ناقص 3 كيلوغرام إذا يعني التحويل الخروج جوج في 10 أس ناقص 1 وبالتالي 0.2 إذا ما حسبنا غادي يخرج لنا 5 على 2 5 10 على 2 ناقص 5 على 2 سنجدو 5 على 2 اذا ب كتساوي 5 على 2 من طبيعه الحال خصها تكون هنا وحده القياس متر سكوند موان دو. اذا طبقنا القانون الثاني لنيوتن كتلاحظوا الاسئله بسيطه للغايه تطبيق القانون الثاني لنيوتن ثم الاسقاط على هذا المحور كتلاحظون نحن محتاجين ان نسقط على ا y بريم لان اصلا الحركه ديال جي تتم على هذا المستقيم ووجدنا ثم السؤال 1-3 بين أن في بي هي سرعة الجسم عندما يمر من بي إذن في بي 1-3 هي 1-2 في بي سنحسب بي حساب في بي في بي هي سرعة الجسم عندما يصل إلى بي اذا ها في بي في بي اذا احنا لدينا حسب ما سبق لدينا حسب 1-2 في دو تي قال الور في دو تي ايغال في دو تي ايغال 1 ألور يساوي 5 على 2 تي إذا إكس دو تي غادي تساوي 5 على 4 تي وكاري زائد إكس 0 بما أن إكس 0 يساوي 0 فإن إكس دو تي يساوي 5 على 4 تي او كاري سنجد التي
ليفربول تي بي لحظه وصول الجسم الى بي. اذا غادي يكون عندنا اكس دو تي بي تساوي المسافه ا بي تساوي 5 على 4 تي بي او كاري. ومنه بما ان في المعطيات ا بي كتساوي ا متر اذا تي بي و تي بي موجب دونك 4 على 5 جيد يساوي جول جيد ديال 5 على 5. ارور بعد الحساب نجد جول جيد ديال 5 على 5. ارور غادي نشوف شحال لقينا في الحساب. ارور جول جيد 5 على 5 في الحساب الور تي بي سنجدها تساوي تقريبا 0.9 سكون تقريبا 0.9 سكون. اذا لم يكن هناك خطا. اللي مهم هما هذه العلاقات المؤطرين. اذا احنا وجدنا تي بي وعليه في بي غتكون هي في عند اللحظة بي كتساوي 5 على جوج في 0.9. ألور 5 على جوج هي 2.5 سعود 0.9 دونك 45 18 22. إذا تي في بي بالفعل تساوي 2.25 متر سكون موان. ومنه إذا قمنا بإجابة على الجزء الأول. سنرى الجزء الثاني الحركة على بي بريم سي بريم. الآن سندرس الحركة على الجزء بي بريم سي بريم الأفقي. دونك يواصل الجسم حركته على بي بريم سي بريم يتوقف ليتوقف. دونك ليتوقف كاين كلمة ليتوقف عند لحظة يكون جي منطبق مع سي. ألور يتم التماس بين المستوى الأفقي وأس باحتكاك. قوة الاحتكاك ثابتة شدتها اف بريم والهدف هو تحديد اف بريم. ألور يتم دراسة حركة جي على بي سي في المعلم بي اي. ينطلق جي من بي بسرعة في بي تساوي 2.25 هي السرعة عند بي أصلا للتواريخ. عند لحظة نعتبرها أصل التواريخ 2.1 بين أن AX يساوي ناقص F بريم على M. 2.2 دائما بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بيني لتكون تي سي لحظة مرور جي من نقطة سي. بين أن تي سي يساوي إم في على F بريم. بين ان المسافه بي سي كتساوي ناقص 1 على 2 اف بريم على ام تي سي او كاري فوا في بي فوا تي سي. ثم ثانيا 4 استنتج ان اف بريم تساوي ام في بي كاري على 2 فوا بي سي. ثم احسب اف بريم علما ان المسافه بي سي كتساوي 0.5 متر. اذا سنقوم بالاجابه على هذه الأسئلة. إذا نقوم بالشكل الآن عندنا مستوى دونك 1.2.1 في هذا الشكل عندنا مستوى أفقي. إذا عندنا النقطة ب هنا بي بريم هنا ألور سي بريم وهنا كاين بي. الجسم راه ملتصق هنا وهنا كاين بي سي وجي يتحرك هنا. إذا كاين الوزن بي
القوى المطبقة، ثم كاين التأثير السطح على دوك عنده مكونين، عنده اف بريم والمحور ديالنا هو دونك هنا بي وهنا بي بريم، اذا هنا اي وهذا سنسميه المحور اكس. دونك هنا اف وكاين ار ان، والمتجهه ار ان زائد اف بريم راه هي اللي كنسميوها تاثير سطح ار. اذا السؤال واحد جوج واحد بين ان التسارع على هذا التسارع الحركه على المستقيم بالسي يساوي ناقص اف بريم. دونك بتطبيق قانون نيوتن، اذا سيجما دي فورس اكستيريور اف بريم زائد ار ان زائد بي كتساوي صفر. دونك بتطبيق القانون الثاني تساوي ام ا، نسقط على المحور بي اكس. Alors, سنجد اف بريم سي موا اف بريم لان متقابله، المتجهتين اي واف بريم متقابلتين، زائد ار ان عموديه على المسار اذا مسقطها زيرو، بي عموديه على المسار مسقطها زيرو تساوي ام ا اكس، ومنه المطلوب ا اكس بالفعل كتساوي ناقص اف ام على اف. الآن سنجيب على السؤال جوج لتكون تي لحظة مرور جي من النقطة سي أو وصول، لأنه سيصل إلى الجي وسيتوقف ومن بعد سيسقط. إذا جوج اثنان اثنان لتكون تي، بين أن تي ألور لدينا AX كتساوي دي في اكس سير دي تي، وكتساوي بما ان الحركه تتم على فقط بي سي اذا تساوي في تي سير دي تي، اذا في دي تي ستساوي ناقص ام اف تي زائد في زيرو. سنحدد في زيرو الور، ولدينا في عند اللحظة زيرو لقد انطلق من بي بسرعة في بي تساوي في بي، إذا سنعوض في بي ستساوي ناقص اف على ام فوا زيرو زائد في زيرو، ومنه إذا نقوم بالتعويض، إذا في زيرو يساوي في بي. بالتالي في دو تي يساوي موا اف بريم سور ام فوا تي بلوس في بي. نكتبوها انا احسن، في دو تي كتساوي موا اف بريم سور ام فوا تي بلوس في بي. اذا وجدنا هذا، والسؤال بين ان التي سي تساوي، ولدينا حسب المعطيات في تي سي كتساوي زيرو عندما سيصل في اللحظه تي عند النقطه سي فسرعته ستنعدم، اذا ستساوي موا اف بريم ام فوا تي سي بلوس في بي. حسب المعطيات في تي سي كتساوي زيرو، وحسب هذه العلاقة في تي سي كتساوي موا اف بريم في. إذا سنجد الور استنتج، غادي نخلي هذاك السؤال باش ما نمسحوش أسئلة، دونك سنترك هذاك السؤال أربعة هنا خليوها. الور سأتمم السؤال
صغر تتمت هذا السؤال جوج إذن هذه أصبحنا في بي كتساوي موا اف بريم سور ام تي ومنه تي سي هنا استسمح سي موا بلوس إذن تي سي غادي تساوي ام في بي سور اف بريم وداكشي اللي مطلوب منا هو هذا ثم كاين السؤال جوج ثلاثة سأرى شنو هو السؤال جوج ثلاثة بين أن لنبين أن بي سي تساوي ناقص واحد على اثنان اف بريم سور ام هي سي او كاري بلوس بي 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 سي إذن السؤال هو هذا كيف سنبرهن على هذا السؤال هناك علاقة بين المسافات والسرعة أول حاجة لدينا في تي كتساوي ناقص اف على ام تي زائد في تي في بي لكن لا تنسوا أن اكس تي الوضع اكس تي هو الدالة الأصلية ديال في اكس تي هو الدالة الأصلية ديال في تي إذن اكس دو تي اللي عنده إشكال مع الدوال الأصلية بالنسبة للفيزياء عندنا موا اف بريم ثابتة ام هذا تسموها مؤقتا اكس ماشي هذا اكس هذا اكس دير الدالة الأصلية ديال اكس معروفة سي اكس كاري على جوج وما كنضربوا الدوال الأصلية في عدد ثابت كنلقى ثابتة ومن بعد عوضوا تي بالقيمة ديالو دونك الدالة الأصلية تصبح ناقص اف بريم على جوج ام فوا اكس اكس هو بالنسبة لنا هو تي المتغير اكس اللي في الرياضيات اللي كنعتبروه اكس راه هو تي اذا تي كاري وشكون هي الدالة الأصلية ديال ثابتة هي الثابتة في المتغير شكون هو المتغير هو تي زائد x0 x0 هي الوضع عند اللحظة 0 ولكن احنا اعتبرنا t عند اللحظة 0 كان في بي لدينا حسب المعطيات x0 عند اللحظة 0 كان في بي وبي هي أصل المعلم إذن x0 يساوي 0 ومنه هذه الثابتة يساوي 0 وعليه سنجد x دو تي يساوي موا اف بريم سور دو ام تي كاري بلوس في بي تي السؤال بيان سور مجود سؤال مركب حدد اللحظه عند سي بين بان هذه المسافه تساوي بين بان هذه المسافه تساوي ولدينا المسافة بي سي كتساوي إكس دو سي ناقص إكس دو بي إكس دو سي هي إكس عندما سيمر الجسم جي من سي إكس دو بي حسب المعطيات زيرو لأن بي هي أصل المعلم وبالتالي إكس دو تي وشكون هي إكس دو تي سي موا إف بريم sur m tc au carré plus vb fois tc بالتالي المطلوب سنترك هذا السؤال باش ما نحيدوش حنا غنجاوبوا عليه دابا دونك بالتالي المسافه البي سي كتساوي واحد ناقص واحد لاثنان يعني وكاين هنا واحد اثنان ناقص واحد لاثنان اف بريم سور ام تي سي او كاري بلس في بي تي سي السؤال رابعا جوج هو هذا هو مكتوب
استنتج أن F بريم تساوي إذن لدينا حسب ألور في حسبنا التسي ألور التسي حسبناها سؤال جوج جوج دونك حسب جوج جوج تسي قناها سي تسي تساوي M V B sur F بريم سنقوم بتعويض تسي بالقيمة ديالها إذن بسي غتساوي ناقص واحد على اثنان في اف بريم سور ام فوا تي سي او كاري هي ام او كاري فوا في في او كاري سور اف بريم او كاري عوض تي سي بالقيمة ديالها زائد في بي فوا تي سي سأعوض مرة أخرى تي سي دونك تصبح لنا ام في بي على اف بريم سأقوم بالتبسيط M مع M غادي يمشي F مع F غادي يمشي نقول لكم ناقص M V B أو كاري مقسوم جوج مشات هنا أبقى لكم اثنان F بريم زائد M V B أو كاري أو كاري فقط على B على F بريم إذن وصلنا لهذه العلاقة سأقوم مرة أخرى بالتبسيط سأوحد المقام غنضربه هنا في اثنان وغنضربه هنا في اثنان دونك غتبقى لنا اثنان ام في او كاري سير اف بريم اذا بعد التبسيط نجد اذا سنجد بي سي تساوي اثنان ام في بي او كاري مقسوم على اف بريم إذن اللي كيخاف من هذا النوع ديال المعادلة يدير جداء الطرفين في الوسطين باش يتهنم الصداعات يساوي دو ام في كاري هنا راه ذنيا كاين واحد واحد في هذا ويساوي هذا في هذا وبما ان هنا كاين الضرب اذا المجهول هو اف بريم سنقوم بالقسمة على بي سي اذا اليا كيلك شوز سي كاينة شي حاجة هنا استسمح هنا كاينة اثنان لأن عملنا ضمن المقام جوج اف بريم إذا غادي نصبحوا هنا اثنان غنضرب هذه في هذه اثنان وبالتالي غنقسموا على اثنان إذا في بي أو كاري على اثنان بي سي في بي أو كاري دونك اللي كيخاف المعادلات يدير جداء متساويين ومن بعد يقسم لان هنا كاين الضرب اذا عندي معادلات بمجهول واحد من الدرجه الاولى الانسان يخصو يعرف كيفاش يحل هذه المعادلات من الدرجه الاولى لان في الفيزياء غالبا الى ما لقينا شي معادله في الميكانيك ستكون من الدرجه الثانيه لن تكون شي معادله زعما معقده اما من الدرجه الاولى ولا من الدرجه الثانيه اذا سنجد بالتالي ام اف بريم ثم احسب اف بريم علما علما دونك بقاو تعلموا تقراوا الاسئله احسب اف بريم ماشي تكتب احسب اف بريم وتسكت راه كاينه علما ان بي سي كيساوي 0.5 متر اذا سنشتجو غنحسبوا اف بريم اف بريم كتساوي ام شكون هي ان هي 200 غرام اذا غنحولها للكيلوغرام ضروري حولوا في كانت هي 2.25 او كاري ديفيزي بار 2 ملتيبلي بار 0.5 متر دونك هذا اللي يتحول هذا اللي يتحول بوحده القياس العاميه هذا او كيلوغرام كتلاحظوا هاد 0.5 راه هو 1 على 2 اذا لتحت غادي يبقى لي 2.5 هو 1 الفوق راه هادي 10 اس 10 اس 2 دونك غادي تبقى لي 2 في 10 اس ناقص 1 2.25 او كاري وستستنتجون شحال كتساوي اف بريم انا ما عارفش بالضبط شحال كتساوي شحال كتساوي الشده اذا
تساوي ام سي. المهم عمليه الحساب ديروا الكالكولاتريس وغتلقاو اف بريم تقريبا. الوغ 10 اس ناقص 1 هي تما 2.25 هي 9/4 او كاري هي 81/16. الوغ غادي نضربوها في اثنان، نضربوها في اثنان اللي كاينه اللي بقات هنا دونك في اثنان. إذا غنخرج 81 على 81 على 8 مضروبة في 10 أس ناقص 1. المهم عدد ستجدون عدد، قوموا بالحساب وستجدون عدد. المهم هما لهم جاوبوا على الأسئلة اللي مهمة، هي تلقاو هاد العلاقات. أما التطبيق العددي راه هو تطبيق عددي في جميع الحالات، راه تطبيق عددي. إذا ستجدون الاحتكاك شيئا ما كبير جدا على هذا البيس. الآن سننتقل إلى الجزء الثالث. الآن في الجزء الثالث يغادر الجسم النقطة سي بريم بدون سرعة بدئية عند لحظة نعتبرها أصلا جديدا للطوارئ. يصل الجسم إلى سطح الأرض بسرعة في اس تساوي، احسب تي اس لحظة وصول الجسم إلى الأرض 3/2، استنتج قيمة اش. إذا غنقوم بمعلم اللي غادي يكون في الصالح ديالي. دونك غنعتبر دابا الجسم سينطلق من هنا من هذه النقطة سي بريم وسيصل إلى الأرض. إذا سأقوم بمعلم، هذا المعلم عند المتجه ديالو إي أو لكا، والأصل ديال المعلم هو سي بريم. دونك هنا سنقوم سنسميه محور زد. دونك هنا سكا. دونك ندرس حركة اس في المعلم سي بريم كا. اذا هذا الجسم الان بما ان اهملنا الرياح، دونك نهمل تأثير الرياح ونهمل الاحتكاكات ديال الجو، اذا هناك هذا الجسم غادي يكون يخضع لقوة واحدة هي وزنه. اذا دائما حسب القانون الثاني لنيوتن غادي يكون مجموع القوى الذي يساوي جي ام يساوي ام ا. نسقط على سي بريم زد على هذا المحور نجد موان بي زد يساوي ام ا زد. سنستنتج ام ا زد. اذا موان ام فوا جي يساوي ام ا زد. وبما ان حركة جي تتم على المسار على المحور سي بريم سي زد سي بريم زد، فان ا زد تساوي ا. هذه كملاحظة، يعني ماشي بالضرورة تكتب. ومنه تسارع الزد الذي يساوي في هذه الحالة أ يساوي جي افيك هنا استسمع سي زائد، لأن نفس الاتجاه نفس المنحة بحال دونك ام. إذا أ تساوي جي. وبما ان زد تساوي جي سنستنتج، اذا السؤال 3 بين ان اللحظه تي عند وصول الجسم الى الارض
Alors, علما أن في سي يساوي 10 ملي سكوند. إذن احسب في تي. الآن سنحسب في تي. دونك 3 واحد. إذن سنجد في تي. في تي يساوي جي تي زائد في زيرو. وبما أن في عند اللحظة زيرو كان هو زيرو، إذن في زيرو يساوي زيرو. ومنه نستنتج في بدلالة تي. إذن في دو تي يساوي جي تي. إذن في دو تي اس يساوي جي تي اس. ومنه تي اس كتساوي في عند اللحظة تي اس سير جي. ها الصيغة الحرفية. سنقوم بالتطبيق. بالتطبيق عند الوصول إلى الأرض في أعطي 10 متر بار سكوند. تطبيق عددي لدينا في اس كتساوي 10 متر بار سكوند في المعطيات، و جي أخذناها يساوي 10 الور نيوتن أو متر سكوند كاري بار سكوند كاري. نيوتن كيلوغرام أو متر سكوند كاري بحال بحال. إذن سنجد في اس تي اس تساوي 10 سكوند. دونك تساوي 10 سكوند 10 سور 10 تساوي 1 سكوند. دونك كتلاحظوا كنلقاو المعادلات ديال في بدلالة تي. نقوم بالمعطيات في تي اس يساوي، ثم نقوم بالتعويض. هنا معادلة تي اس تساوي. السؤال اللي بقى هو تحديد اش. دونك 3 2 تحديد الارتفاع اش. اذا خصنا نعرفوا اش شحال كتساوي. اذا خصنا نعرفوا زد تي. زد تي راه هو اش. دونك اش راه هو زد عند اللحظة تي اس. لدينا اذا خصنا نعرف شكون هو زد تي اس. ولدينا في تي كتساوي جي تي. اذا زد تي الاصليه ديال تي هي تي كاري على جوج. اذا واحد على جوج تي كاري زائد زد زيرو. ولكن احنا في المعلم الذي اصله السيت بريم الذي ينطبق مع اصل التواريخ. ولدينا زد زيرو يساوي زيرو. ومنه زد دو منه زيرو كتساوي ان دو مي جي فوا زيرو او كاري زائد في زيرو. اذن في زيرو كيساوي زيرو. ومنه زد تي. دونك بحثنا على زد تي. زد بدلالة تي. إذن زد بدلالة تي يساوي ان دومي جي تي كاري. وهذه عقلوا عليها راه هي معادلة السقوط الحر. ولكن يجب الانتباه واش سقط بدون سرعة بدئية، ثانيا واش أصل التواريخ ينطبق مع أصل المكان. إذا زد تي هو هذا، ولكن احنا بغينا شكون هو اش. اذا اش الذي يساوي زد دو تي اس سيساوي ان دومي جي فوا تي اس او كاري. ولكن تي اس راه حسبناها. دونك ها اش خليوها بحال هكا. تطبيق عددي اش كتساوي ان دومي
دونك اش كتساوي واحد لا اثنان فوا جي وحدة عالمية فوا تي سي ان. اذا اش سيساوي 5 متر. فوالا اش. قبل ما تجاوبوا على الاسئله ديال الميكانيك والالكتريسيتي وحتى ديال الرياضيات قراو جيدا المعطيات، قراو اصل التواريخ اصل المعلم، لان في المعطيات في كاينه الاجابه. قراو جيدا المعطيات ثم تذكروا الدروس ثم قوموا بالتطبيق. الان ممكن هاد النوع ديال الامتحان ممكن يعطيكم العكس، يعطيكم دابا طريق اخر، يعني سيناريو واحد اخر، يعطيكم نفس المسار مائل افقي سي بريم بحال بحال. هنا الان سيسقط بدون سرعه في الفراغ، هنا واحد اش، ثم من بعد الوصول الى سائل لزج هنا وسيسقط الجسم في. اذا سيدرسون اربعه ديال المراحل، سميتو الحركه على هذا الجزء، الحركه على هذا الجزء، السقوط الحر في الهواء، ثم السقوط ماشي حر لان كاينه سرعه بدئيه في سميتو ماء ليكيد. الوغ ليكيد سي سائل لزج وعندو كاينه بوسيدار شيميد، كاينه بزاف ديال الحوايج، وكاينه مقاومه الاحتكاك التي لها علاقه مع لزوجة هذا السائل الى غير ذلك. دونك ممكن ديروا تمرين بحال هكا، لكن غادي يكون طويل شيئا ما، طويل شويه، غادي يكون هنا مشاكل بالنسبه للتلميذ. انا ارجح ان يكون التمرين في الامتحان الوطني ان شاء الله على هذا النحو، على هذا النوع. يعني لا ماشي هذا هو الامتحان، عنده شي واحد يظن هذا هو الامتحان، راه على هذا النحو غادي يكون مستوى مائل مستوى افقي ثم السقوط في الهواء. او ممكن يكون على هذا النحو، ممكن ان نبدا هنا بسرعه بدئيه، ندفع الجسم من هنا ليصل الى هنا بواحد السرعه معينه سنحسبها. دونك هنا غنديروا العكس ا بي سي، ثم غادي نستنتجوا غادي نقولوا لهم شنو هي المسافه بالسن الذي يمكن ان يصل اليها الجسم. من طبيعه الحال اذا كانت الحركه بحال هكا غادي تبقى غاديه، غادي توصل هنا غادي تبقى طالعه. كتلاحظوا هنا غادي تبقى الى ما كانتش احتكاكات غادي تبقى السرعه ثابته حتى الوصول الى هنا، والى كانت احتكاكات غادي تبقى السرعه غاديه وهي كتتضاءل، ستصل الى هنا وغادي تبقى تطلع. اذا هناك غتكون سرعه متباطئه، اذا حتما واحد الوقت غيكون في سي يساوي زيرو. يعني باش نحدوا هذه المسافه ستكون عاديه العلاقه مع في سي يساوي زيرو. وحاولوا ان تقرأوا جيدا المعطيات في الفيزياء وكذلك الكيمياء. انا لست على درايه بالكيمياء، داكشي علاش ما درتش سميتو فيديوهات في الكيمياء، لان غير متمكن 100% من الكيمياء، ولكن درت لكم هاد الفيديوهات في الكهرباء وفي الميكانيك. وارجح اؤكد ارجح ان تكون لو سيناريو ديال الامتحان ديال الميكانيك على هذه الهيئه. شكرا وحظ سعيد لجميع المغاربة.